السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. جينا باش نصور لكم هاد الواد ديال أكادير، اللهم بارك. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال الأودية والسيول والفيضانات خاص في المغرب من طنجة إلى القويرة العزيزة. وطلب بسيط أخوتي، ساعدونا باش نوصلوا 100,000 مشترك، والناس والمتابعين ديالي، وساعدونا باش نوصلوا 100,000 مشترك وبارطاجيو. واش غادي تخسروا الا درتوا ابوني وكتفرجوا فينا وما كتقدروش ديروا ابوني؟ علاش ما كديروا ابوني؟ وكلشي يدير ابوني باش نوصلوا 100,000، باش نبرعوكم بالاوديه. دابا غادي نخليكم تشوفوا هاد الواد خيالي، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله، شوف واو 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 واو، وما يمكنش السيول ديال بصح. شوفوا تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي، شوفوا تبارك الله واو. واد اكادير، هذا الفيضان كيمشي للبحر، واو. ترى ما يمكنش، هو السيول ديال بصح والبحر هايش هذي خوان اليوم، والله الا هايش البحر. تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. هذا واد، واد صعب، واد ماشي سهل، ها باش نكون واضح، واد خطير. شوفوا تبارك الله، بعض المرات راه كيوصل حتى لهنا على حسب النيفو ديالو، باش كانت عاصفه رعديه يقدر يوصل الواد من هنا حتى لهنا، وما نقدر كاع ننزل لكم هنا، يقدر نصور لكم من الفوق. ولكن دابا الواد جا عادي، نزلنا باش نتقربوا ليه باش نصوروه كيما بغينا، وتفرجوا فيه نتوما كيما بغيتوا. ها المكان ديال الواد، ها باش نكون واضح، ها شوفوا تبارك الله، ها اقربوا لكم، شوف سيول واد. شوفوا الكشكوشه، كتعرفي بزاف، كتعرفي بزاف. لا اريد ان اتكلم مع هذا الشخص، لا اريد ان اتكلم مع هذا الشخص، انه كذاب، يكذب علينا. أين هي الفيضان؟ أين هي الفيضان؟ إنه أمطر غزيرة خفيفة جدا، وأنت تقول الفيضان، أين هي الفيضان يا أخي؟ لماذا تكذب علينا؟ أنت تقول الفيضان وأرى إلا أمطار خفيفة جدا، إنه السيول عادي، أين الفيضان يا كذاب؟ هذا الشخص لا تذكر لي هذا الاسم، لا أريد أسمع بزاف، لا أريد أسمع بزاف، إنه كذاب. اتركوني عليه، اتركوني. انا واحد المتابع ما كيحملنيش وكيقول هاد الهضره عليا، انا واحد المتابع ما كيحملنيش وكيقول هكا. اترى السيول هذا الشريف، هذا راه فيضان الاخوه، هذا راه فيضان، ما تقولش لا ماشي فيضان، ترى فيضان هذا، اش بغيتي؟ ترى فيضان ديال بصح هذا، شوف واش هذا ماشي فيضان الاخوه، راه فيضان ديال بصح، اللهم بارك. شوفوا الواد كيفاش مجهد، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي. شوف واد خيالي، ما تخيلوش الواد شحال زوين تبارك الله. سمعوا تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي. هو راه كيجي من هنا تحت هذه القنطره، بهذه القنطره راه يجي الواد من تبا. تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي، واو واو واو. ها شوفوا المكان ديالو، ها سمعتو. بقى بزاف داكشي اللي بغى، واحد تسكرتا عرفت صور دايسف يبازا. وليدي مر هذاك، لنا هذاك ديال ربي العقل، هذاك ديال ربي العقل، اما غوانا ورتيقي. ناي كريس راه داخت صورت كره الحاجه اللي غنتربحي به كل الفلوس، راه داخت صورتي سافن ورجال جي نزري سافن ورجو نزري الفياضة. ايوا عمر هذا ونزل نسكر غايلي فور بنتريت، غايدا غننجح. هذا هو الواقع، بزاف باش معروف فيضان، كيعرف الفيضان فقط، اذا الفيضان تلقاه طالع في المشاهدات حيت كيعرف اليوم، هذاك الشيء اللي كيعرف هو، الحرفه ديالو هي هذيك، دير ليه دير شي برنامج يقول لك ما نقدرش ننجح.
فيه. ولكن الفيضان ينجح، الفيضان ينجح بزاف في الفيضان. هذاك الشيء كيعرف هو، كيعرف السيستيم وكيعرف كيدير هذاك الشيء ديال الطاك طاك ديال الفيديوهات وكينجح فيه تماما. اللهم بارك. اي هاي 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 النعمه ديال سيدي ربي. ها كيتزاد لي خور، والله الا كيتزاد الواد. غنصور لكم هذيك الاتجاه دابا، هاد البلاصه كله راه واد، من هنا حتى لهنا كله واد حتى لهي. غير دابا جا الواد قليل ماشي بزاف. اه شوفوا شوفوا تبارك الله. واو 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 واو، والله العظيم الا تزاد لي خوات، اقسم بالكعبه الا تزاد. بدا كيتزاد لي خوات، والله بدا كيتزاد. شوفوا واو تبارك الله تبارك الله، بهاد النعمه ديال سيدي ربي. اه بدا كيتزاد لي خوات، نتمنى بالنفع. اللهم بارك. ما تخيلوش اجواء شحال زوينه تبارك الله. واو 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 واو، شوفوا شوفوا النعمه ديال سيدي ربي. شوف تبارك الله تبارك الله، راه ديجا صورنا كان قليل ديك الساعه، دابا تزاد، دابا تزاد الواد، تزاد تبارك الله. نتمنى بونجور. اه تبارك الله، اجواء ممتعه. تسير تسير، بدل بساعه اخرى خلينا نديوها في خدمتنا، انت اللي بقيتي لينا. اللهم بارك، اجواء ممتعه، اجواء رائعه، اجواء ممتعه، اجواء خياليه، خاص في هذا الواد رائع جدا. اه شوفوا الواد هنا، شوفوا شوفوا تبارك الله. واو واو واو، شحال زوين اخوتي. انا صراحه عجبني عجبني هذا الواد. اه وفي نفس الوقت هاد الامطار غزيره، خاص في مارس كتحطي المفعول 50%، ولكن ربما هاد الامطار غزيره استمرت ازيد اكثر من 4 ايام ولا مده اسبوع، كتحطي المفعول 100%. تفاهمنا 100%، شهر مارس ماشي شهر 4، حيت باش كنزيدو شهر 4 غيكون المفعول ناقص شويه، شهر 5 كذلك، شهر 6 والو، واخا كاع تكون الشتاء ما غاديش ينوض الربع لا والو، حيت كل حاجه بوقتها، وقت الشتاء راه باين، وقت الربع راه باين. هذا هو الواقع. هنا السكوتي اخوتي، هنا الواد سكوتي تبارك الله. سمعوا 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 سمعوا، واو 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 واو، اللهم بارك. ها واحد هو، ها هو شتي، هو ها هو كيستمتع مع راسو حتى هو. تبارك الله تبارك الله، بهاد النعمه ديال سيدي ربي. اللهم بارك. نتمنى تكفيني الوقت، حيت كاينين بعض الاوديه حتى هما خصنا نصوروهم. شوفوا تبارك الله، دابا هاد الواد كيدل البحر. تبارك الله تبارك الله، بهاد النعمه ديال سيدي ربي، نعمه نعمه ديال الله، والله الا نعمه ديال الله بالله. شوفوا شوفوا تبارك الله، هنا السكوتي. اه هنا كيتزاد بزاف، شوف شوفوا تبارك الله، شوف واو 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 واو، اللهم بارك. شوفوا الاخوان، شوفوا ها قريب للبحر هنا، باش نكونوا واضحين غادي نحاول نصور لكم بعض اللقطات خاصه في البحر. اذا واد ممتع، واد رائع جدا، نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ساعدونا الاخوان باش نوصلوا 100K ديال الخير باش تلقاه، راه عادي جدا الى اشتركتي في القناه، راكم عارفين رمضان هذا وكنديروا واحد المجهود. اه شوفوا تبارك الله، دابا راه قريب للبحر. اه اشوفوا فين جا بيزلف، كيقلب باش يزلق، والله الا كيقلب باش يزلق ليكم بيزلف. شوفوا فين غادي دابا، يزلق ليكم بيزلف غادي فيو، غيوصل هذاك الواد. شتي الا زلق هنا غيطيح ديريكت. الله يحضر السلامه، كنقولها ليه، كنقول له ودي ما بقاش تغامر، قال لك خليني نغامر. ها انتوما اخوتي كما كتشوفوا، واد خيالي. اللهم بارك. من هذا الاتجاه ها هو، غادي نحاولوا نمشيو لكم نقربوا لكم حدا. ها انتوما كما كتشوفوا هنا كيتجمع فيه الواد، عندكم هذه البلاصه كلها والبحر من هذيك الاتجاه. ها هنا كيتزاد فيه الماء وكيتجمع وكيمشي للبحر، باش نكونوا واضحين غادي نمشيو نصوروا لكم المكان
ديال الواد خاص في الشاطئ ديال لاكوت. تحياتي أكادير المغرب.